السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل حبة ليمون مع اصفر. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله واصحابه وسلم. طبعا هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وان شاء الله يعجبك، وان شاء الله ما تنسيناش في اللايك والشير عشان تعليقاتكم برضو بتعجبني جدا وبفرح بيها وبتدوني حافز اكتر. طبعا هنشوف الليمون، هنعمله بطريقة سهلة جدا، وطريقه السلق هتعجبك قوي. اول ما جبنا الليمون اهو انا مقطعاه، بس معايا بقى لوج وقدم العسل احفاد اختي. طبعا طول وانا بعمل الليمون عايزين ايه يصوروا معايا. طبعا قدم العسل اهو، هاخد منه الليمونه. طبعا هو من الاول، هو الاول لا انا الاول زي اي اتنين حلوين. فطبعا ايه قلت له طب قدم الاول الصغير عشان انت الكبيره يا لوجي. فطبعا خدنا الليمونه هنقطعها اربع ارباع كده. طبعا ما تخليش السكينه لغايه اخر الليمونه، مش هنديها ان هي هاتي يا لوجي يا قمر يا عسل. هنقطع بقى الليمونه كده. طبعا هما نفسهم يقعدوا معايا لاخر الفيديو، بس بقى هيناموا عشان عين المدرسه الصبح، مش هيكملوا معايا بقى الفيديو. صح يا لوجي انت وادم؟ طبعا هما طبعا هيسيبوني عشان الليمون لسه هياخد وقت طبعا لما يبرد، ومش هنخلي له طبعا الوقت. هنسلقه بقى، نحط عليه الميه ونولع عليه البوتاجاز. لوجي وادم باي باي يا حبايبي، باي باي، نشوف بعض بكره سلام. هنولع بقى كده على الليمون. طبعا ما تحطوش كميه الميه كتير في قلب الليمون، ويدوبك على حرف غطاء كده تغطيه الليمون. طبعا غلوه واحده بس يقلب معايا كده. هروح مطلعه في قلب المصفى، احطه في قلب المصفى يبرد خالص. ممكن تحطيه قدام مروحه عشان كل ما السخونيه فيه هيتري منك اكتر، واحنا ايه عايزين يكون ايه يعني في المعقول، ما بقاش مهري قوي عشان ما يهريش منك في قلب التخليل. هسيبه بقى يبرد كده براحته خالص وهنشوف مع بعض. طبعا الليمون انا قطعته كده عشان يبقى سهل عليكي، ممكن انك تسلقيه وبعد كده تقطعيه. هو بيبقى كويس، بس دي الطريقه الافضل. طبعا هنحضر بقى الحشو. الليمون زي ما انتم شايفين جميل كده مصحصح ومش مهري ولا حاجه، وعندي هنا هرسه الشطه، فلفل احمر، وعندي العصفور وحبه البركه. طبعا هحط حبه البركه حبه يعني حلوين قليلين جدا عشان ما نحبش حبه البركه كتير فيه. وهنحط طبعا الملح، هنحط وقت 1 2 3 4 5 6 7 8. هنخلي الحبه دول برضو المعلقتين دول هن ايه هنكملهم بقى ان شاء الله، هنحطهم في على ايه مع العصير بتاع الليمون. هنقلب بقى كده كويس مع بعض، العصفور مع الفلفل الاحمر مع حبه البركه. هنقلب بقى ونحشي ايه ليمونه ليمونه. هنحط كده الليمون، تحط من الجنب ده ومن الجنب ده عشان تبقى محشيه كلها كده، ويبقى شكلها وبتدي طعم جميل جدا اما يكون فيها الحشو بتاعها مليان وحلو، تبقى حلوه. ولو حبيتي على فكره، لو حبيتي ان انت تحطي فيه جزر تبشري جزر برده يبقى حلو، والجزر بيدي طعم حلو. بس احنا ايه قلنا نعمل طريقه الليمون المعصفر بس، يعني الطريقه ايه طريقه الليمون بس، عشان في ناس بتقول عايزه الليمون بس معصفر مش عايزه احط فيه جزر ولا حاجه. عندي بقى فلفل هنا مقطعاه، لو فلفل صغير بلدي هسيبيه زي ما هو، انا مقطعاه خرط، واللي شايفاه صغير بسيبه زي ما هو. هنرص بقى الليمون في قلب البطرمان زي ما قلنا كل مره. البطرمان طبعا متعقم بحبه خل، اما تحطيه على فوق على البوتاجاز من بعيد كده بس البخار بس يدخل جوه البطرمان. وطبعا انا عبيت اهو البطرمانين ليمون، وده دوت ميه السليق. اوعي تلمي ميه السليق، جميله جدا جدا في الليمون، بتحافظ على الليمون. هنحط هنا كوبايه وهنا كوبايه وهنكمل عادي بالميه، والميه تكون مغليه وبارده، يعني تكون مغليينها ومبردينها. هنكمل بقى بالميه السخنه اللي انا مبرداها، هنحطها على بقيه الخليط مطرح الحشو، ونكمل بقى حبه الملح اللي كانوا عندنا اللي احنا كانوا سايبين من ايه في قلب الحشو. هنقلب بقى كده كويس قوي، بس مفيش اسهل من كده، بسيطه وسهله، وتاكلي احلى ليمون معصفر في منتهى الجمال. 10 ايام وتاكلي من 10 ايام اسبوعين بالكتير. حطيت اهو، هنحط بقى قشر الليمون دوت من فوق الوش. برضو كان عندي ليمونتين كده مسلوقين بس مش حلوين قوي، فخليتهم احطهم فوق وش البطرمان. وطبعا كالمعتاد اي حبايب اي نوع ترشي بنحط طبعا الزيت من فوق الوش ماده حافظه. وحاوريكم بقى حاجه جميله قوي، انا عندي ازازه الخل هنا ما برمهاش لان الغطا بتاعها محكم وحلو، بروح مفضيه فيها اي ازازه زيت، بروح مفضيه فيها بتبقى سهله عليا واستعمالها حلو. زي ما انتم شايفين اهو، ادي الليمون وجماله. مش عايزين بقى حبه ميه من قله تشربوها ولا الحاجات الجميله بتاع زمان. والسلام عليكم ورحمه